friends and unfortunately. للأسف لقد خسرت معركتها مع كورونا الليلة الماضية. إنه أمر حزين جدا. لورا ممرضة في دار للعجزة في مدينة شيفيلد البريطانية. الحزن رفيق هذه الأيام العصيبة، فالموت زائر ملح، والفيروس منذ ظهوره هنا قبل أسبوعين قتل 8 ممن اعتادت لورا وزميلاتها الاعتناء بهم، بقي 40 شخصا. نقوم بأقصى ما يمكننا القيام به في مثل حالاتهم، نلتزم بالتعليمات، ولكن ندرك أن كل ذلك لا ينفع كثيرا، والعجز مؤلم ويفطر القلب. هم الفئة الأضعف، والسبب لا يعود للفيروس وحده بقناعة الطاقم الطبي هنا، بل أيضا إلى تقاعس السلطات عن تأمين ما يكفي وما يلزم. فهناك نقص كبير في الكمامات وأجهزة الرعاية، وكأن العالم قرر التخلي عنهم قبل أن تتخلى الحياة عنهم. بالنسبة لجون وهو في 80 من عمره، قد تكون هذه الأيام هي الأخيرة. لم يعد يريد شيئا سوى الخروج لرؤية أحبائه مرة ثانية. العزلة قد تكون أكثر تأثيرا عليهم من كورونا. إنهم يشتاقون لعائلتهم، لا يرون شيئا سوى الأقنعة من حولهم. جون لا يتحسن على الإطلاق، وكأنه قرر الاستسلام. يحاول الطاقم الطبي جاهداً تعزيز ما تبقى من قوة في جسمه الهزيل، ولكن لا أحد منهما يدرك إلى متى. في هذه الغرفة يجتمع الطاقم الطبي مع الممرضات لإقرار الأسماء التي ستستمر في تلقي العلاج ومن ستترك للقاء مصيرها. العجز يتحكم بالجميع هنا. قرارات الإغلاق مستمرة وبإحكام هنا كما في الخارج، إلا أنها جبهة منسية. وبعد كورونا وحين يحين موعد مراجعة الحسابات، ستطفو يوميات هذه الغرف وغيرها من الغرف المشابهة في أرجاء العالم على سطح أكثر الملفات ثقلاً.